السلام عليكم ومرحبا بكم. في هذا الفيديو سأقوم بشرح طريقة ربط راوترين من نوع TP-Link مثل هذا في الصورة. نقوم بربطهما لاسلكيا بدون كابل أو سلك أو أسلاك، أي نجعل الراوتر الثاني مقوي إشارة لاسلكي للراوتر الأول الرئيسي، وهذا من خلال تفعيل خاصية Woods الموجودة في هذا النوع من الراوترات TP-Link. طريقة سهلة ولكن يحتاج إلى بعض التركيز. نبدأ الخطوة الأولى، وقبل كل شيء يجب علينا أن نعرف ماك أدريس الراوترين، ماك أدريس أو عنوان الراوتر، وهذا الماك أدريس يكون مكتوب في إعدادات الراوتر، يمكن استخراجه من خلال دخول إلى إعدادات الراوتر. يجب علينا أن نعرف ماك أدريس الراوترين. لنعرف ماك أدريس الراوترين ندخل أولا إلى إعدادات الراوتر الأول أو الرئيسي، ثم نكتب admin. الآن دخلنا إلى إعدادات الراوتر الأول الرئيسي. من state نضغط على state ثم device info. هذا هو ماك أدريس، هذا هو عنوان أو ماك أدريس. أو نعمل له كوبي ونلصقه في ملف نصي، في ملف تكست، نحفظه في ملف تكست، نعمل له كوبي ونحفظه هنا كما ترون في ملف تكست، ونكتب بجانبه الماك أدريس الراوتر الرئيسي كما. ثم نكرر العملية ولكن مع الراوتر الثاني. ندخل إلى إعدادات الراوتر الثاني ونقوم باستخراج ماك أدريس الراوتر الثاني، نعمل له كوبي ونلصقه هنا في هذه الملف، ونكتب بجانب ماك أدريس الراوتر الثاني. هذا نعمله حتى لا. الآن نبدأ بعمل إعدادات التحويل الراوترين. نبدأ أولا بدخول إلى إعدادات الراوتر الأول أو الراوتر الرئيسي. نذهب إلى Interface Setup، ثم نضغط على Wireless. نقوم أولا بتثبيت بث القناة، أي نقوم بالتبديل من أوتو إلى قناة ثابتة، نحول مثلا إلى قناة 6 هكذا. نقوم بتثبيت القناة ثم نقوم بتغيير هذا ونضعه على AES هكذا. وهنا نقوم بتغيير كلمة المرور الراوتر أو باسورد، هذا إذا رغبنا في ذلك، هذا إذا شئنا أو رغبنا في ذلك. وهنا نقوم بتفعيل خاصية Woods من خلال ضغط على هذه الدائرة كما هو مؤشر من خلال السهم، نضغط على هذه الدائرة فيفعل Woods. في هذه الخانة يجب علينا أن نقوم بكتابة مفتاح المشترك الذي سيكون بين الراوترين، المفتاح المشترك الذي سيكون بين الراوترين. نكتبه هكذا، نكتب هذه الكلمة كما هو موضح، نكتبه بشكل صحيح، نكتب TP-Link Test بشكل صحيح. يجب تغييره إلى AES، يجب تغيير نوع تشفير الووتس إلى AES. أما في هذه الخانة سنكتب ماك أدريس الراوتر الثاني، ماك أدريس الراوتر الثاني. نأتي بماك أدريس الراوتر الثاني من ملف التكست، نعمل له كوبي ونقوم بلصقه في هذه الخانة. هكذا. الآن بعد أن قمنا بالتغييرات وأصبح الإعدادات كما في الشاشة،
نضغط، نقوم بحفظ التغييرات ونضغط على زر السيت، نضغط على زر السيف الأسفل الشاشة. الآن انتهينا من إعدادات الراوتر الأول. الآن بعد انتهينا من إعدادات الراوتر الأول نذهب إلى إعدادات الراوتر الثاني ونقوم بعمل إعدادات له. نضغط أيضا على انترفيس سيتاب ثم وايرلس. هنا يجب أن يكون اسم الراوتر الثاني مختلفا عن اسم الراوتر الأول، وكذلك كلمة المرور أو باسورد يجب أن يكون مختلفا عن كلمة المرور الراوتر الأول. ونضع نوع التشفير يكون، ويجب أن يكون نوع التشفير هكذا كما في الصورة كما في الشاشة. نقوم بتفعيل خاصية وودس ثم نضع نوع تشفير وودس على IES ثم نكتب كلمة مفتاح المشترك بين الراوترين، وهو كما قلنا يكون هكذا TP-Link Test، نكتبه بشكل صحيح تماما. ثم نقوم بإدخال MAC address الراوتر الرئيسي، الراوتر الرئيسي للانترنت. نقوم بعمل كوبي للماك ادرس الراوتر الرئيسي هكذا. ثم نقوم بلصقه في هذه الخانة. ثم نحفظ التغييرات من خلال الضغط على زر السيف، نقوم بحفظ التغييرات. الآن من انترفيس سيتاب، من نضغط على انترفيس سيتاب ثم نضغط على اللان، نضغط على اللان. الآن نقوم بإعدادات هنا في خانة IP address، نقوم بتغيير IP address، نقوم بتغيير هذا ونضعه من 1 إلى 2، نضعه من 1 إلى 2، ونقوم بتعطيل هذه الخاصية، نضغط على هذه الدائرة، ثم نقوم بتعطيل DHCP، نضغط على هذه الدائرة. الآن يحدث هذا الانتقال للراوتر، يحدث هذا الانتقال للراوتر. نقوم بإدخال admin مرة أخرى ونضغط على زر الدخول. نذهب مرة أخرى إلى interface setup إلى ثم LAN ثم LAN. هنا نقوم مرة أخرى بالتغيير IP address، نضعه إلى 2، نضعه على 2. ونتأكد هنا من الإعدادات الذي قمنا به، هكذا يجب أن يكون إعدادات هكذا، يجب أن يكون إعدادات هكذا. ثم نضغط على سيف. يحدث انتقال مرة أخرى، نقوم بإدخال admin مرة أخرى.
مرة أخرى إلى انترفيس ثم لان. نقوم بتغيير هذا أيضا، نضعه على نون. ونقوم بتعطيل هذه الخاصية أيضا، disable. يجب أن يكون إعدادات الآن، يجب أن يكون إعدادات هكذا في الفيديو كما ترونه، هكذا في الفيديو يجب أن يكون إعدادات هكذا في هكذا تماما. ثم نضغط في النهاية على زر السيف. انتهينا من إعدادات التحويل، أصبح الراوترين أو الراوتر الثاني المقوي للإشارة جاهزا أصبح الراوترين موصلان بشكل لاسلكي، بطريقة لاسلكية مع البعض، أو أي أصبح الراوتر الثاني مقوي الإشارة للراوتر الأول. في النهاية لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة.